فرقة شديدة الدموية والجرأة، لهم سيد يلقي الرعب في قلوب الحكام والأمراء. اسمهم لا يعكس هويتهم أو رسالتهم. يتبعون استراتيجية جماعت الجاسوسية بالانغماس والاغتيال، إنها طائفة الحشاشين، إحدى أكثر الجماعات دموية ودهاء على مر التاريخ. تتمحور هذه الطائفة حول شخصية حسن الصباح، الذي ولد في بلاد فارس عام 1037. استقر الصباح في مصر لمدة 18 شهراً، اعتنق خلالها المذهب الإسماعيلي قبل أن يغادرها متخوفاً من الخليفة المستعلي بسبب مناصرته لأخيه نزار بعد وفاة والدهما الخليفة الفاطمي المستنصر بالله. فور وصوله بلاد فارس، عمل حسن الصباح الملقب بشيخ الجبل على نشر مبادئ الدعوة النزارية، فأسس دولة الحشاشين التي اشتهرت في بلاد فارس والشام بين القرنين 11 و13 الميلاديين. اختلفت الآراء حول سبب تسمية الحشاشين، لكنها خلت من استعمالهم للحشيش. تحدث البعض عن أن أصل الاشتقاق أساسان، أي القتلة أو حساسان، نسبة إلى مؤسس الطائفة حسن الصباح، وربما العساسين المشتقة من العسس أي الحراس. اختار الصباح قلعة الموت الحصينة مركزا لدولته بعد طرد صاحبها مقابل 3000 قطعة ذهبية عام 1090، فمكث فيها 35 عاما حتى وفاته. على ارتفاع 6000 قدم عن سطح الأرض، تقع القلعة على قمة صخرة عالية بجبل البرج المطل على واد مغلق صالح للزراعة، حيث لا يمكن الوصول إليها إلا عبر طريق ضيق شديد الانحدار. أساطير وحكايات نسجت حول قلعة ألموت، أشهرها أسطورة الفردوس. يقول رحالة ماركو بولو إن القلعة فيها حدائق مليئة بأشجار الفاكهة وجداول تفيض عسلاً ولبناً وماءً وحسنوات فائقات الجمال، حتى يوهم الصباح أتباعه بأنها الجنة لتشجيعهم على تصفية الأعداء. قصة الرحالة لاقت اعتراضاً كبيراً لأن القلعة أحرقت بعد ميلاده بعامين، كما أنها تظل مغطاة بثلوج لمدة 7 أشهر من العام، مما يجعلها غير صالحة لزراعة الحدائق. اختارت طائفة الحشاشين استراتيجية مختلفة عن تلك السائدة في العصور الوسطى، تجنبوا المواجهة المباشرة مع الأعداء واعتمدوا على الاغتيال الانتقائي للشخصيات البارزة. اعتمد الحشاشون على فدائيين مدربين على التنكر والفروسية واللسانيات، فهم لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم. تمتد مهمة الفدائي لسنوات، تبدأ بعملية تجسسية قد تتطلب الاندماج في جيش الخصم أو بلاط الحاكم ترقباً للحظة الحاسمة. نفذ الحشاشون عمليات اغتيال هزت العروش وأرعبت الملوك، من بينهم الوزير السلجوقي نظام الملك، والخليفتان العباسيان المسترشد والراشد، وملك بيت المقدس كونراد، إضافة إلى الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله الذي أسقطوه من على فرسه وقتلوه بعدة طعنات. كما حاول الحشاشون اغتيال صلاح الدين الأيوبي أكثر من مرة، لكنهم فشلوا في ذلك. عام 1256 أنهى الغزو المغولي وجود الحشاشين في بلاد فارس، وأمر هولاكو جنوده بتدمير القلعة وحرق مكتبتها. سرعان ما تهاوت الطائفة في الشام، حتى تم القضاء عليهم على يد الظاهر بيبرز عام 1273، لكن إجابة اللغز الغامض لم يعثر عليها بعد. هل الحشاشون فدائيون؟ قتلة محترفون؟